وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد رضا. محمد رضا؟ ينفع الشباب؟ أيوه. معلش أستأذنك بس عشان التلوث. معلش أنا آسف. هبدأ بس أنا آسف. معلش. اتفضل يا باشمهندس. حضرتك معلش يعني. اتفضل. طب شوية هوا افتحي شوية خد شوية خد شوية هوا حمام. أنا هناخد كل حاجة بس بعد إذنك إيدك بس معلش. حاضر. أنت في إيه ده؟ معلش هفهمك. هو انا كمان احتياطي. ماشي حاضر. انت كمان احتياطي. تخش بينا في اي عربيه من دول عشان الاحتياطي. اتفضل يا حاضر. التعقيم يا فندم. ثم التعقيم. التعقيم طبعا. التعقيم ينفع يعني شويه بس صغيرين يجي لي شويه هواء وبعدين نقفل ينفع؟ معلش بس ثانيه بس استسمحك. الازاز بس نبص. عقمنا نفتحه بقى بجد؟ نفتحه والله؟ لا مش انا حاسس مش هينفع التلوث. طيب هيجي لنا مشاكل في رقبتنا. ماشي التراب مش عارف التراب بيعمل ايه اليومين دول. التراب بيعمل ايه اليومين دول؟ بيعمل حاجات نيله بشعه يعني. حاضر خلاص انت فاهمني. الشباك مشكلتك معاه؟ مش عارف اقفل الشباك خالص. اهو ممكن تسيب شويه عشان خاطر ما تزعلش مني. طب ما هو كده ولا جايب هوا عليا ولا جايب. ماشي حاضر. انا اهم حاجه عندي في الدنيا ان البني ادم يكون انسان نظيف. خد البس ده بس كده. البس ده؟ اه البس ده. ايش ضمني حضرتك جاي منين؟ مش ضمني. انا مش ضامن حاجه. انا معقمه ايدي. حاضر معقمه ايدي كويس. انا واخد بالي. ما انا انت انا واخد خدت بالي من التعقيم. البس ده. حاضر عشان ايه تبقى ايه. خلاص بقى حاضر كملي في السكه. حاضر كده كويس. امشي كده اهو خلاص ربنا يخليك. امشي بقى. طب البس بقى. البس ده عشان انا قلقانه. حاضر. انا قلقانه. لا بس ما تقلقيش. لا انا قلقانه متوتره يا ستي. ما تتوتريش ولا خلاص. حاضر جامد جدا اهو. مطيع جدا. بص اهو. بصي ده مش عايزيه اهو. طب ليه؟ طيب مش عايزينه معانا. عايزينه؟ انا هحط ايدي هنا مش هلمس العربيه. طب ممكن تجيبه بس من هناك كده. هاته. لمست التابلو بتاعي. لمست التابلو بتاعي. والله ما لمست حاجه. انت لا لمسته. ماشي حاضر ماشي. هو اليوم برده من اوله. خد البس ده عشان نفسك. حاضر البس ده عشان نفس انا. يعني مش نفسك انت. لا انا تمام. يعني ريحه السولار دي مش. ماشي حاضر. سولار ايه لا. حاضر يعني مش طبيعي. ده كحول. مكحول. حاضر. هتموتينا؟ نولع معايا ولع ونولع في بعض. لا ولع في حضرتك لوحدك. انا تمام. بص قدامك بس. بص قدامك. فندم الدنيا قلق. الدنيا قلق. الدنيا فاضيه ممكن تجري. الدنيا قلق والله العظيم. انا عندي وسواس قهري في النظافه. حاضر. ما بستحملش ان اشوف حاجه متبهدله ولا متفعكشه ابدا. عندك حق. متفعكشه. فاهمني؟ ايه ده؟ يخرب بيت سنينك. انا مين هيقطف العربيه دلوقتي؟ ما انت اللي موقعاها. ما فيش حد بياكل لب وسايق. اخسى عليك يا عماد. اخسى عماد مين يا اولاد؟ امال انت مين؟ انا اسف. انا اللي قليل الادب. ايه اسمك ايه يا ابني؟ اسمي محمد. اخسى عليك يا محمد. يا ستي هو انت من بقيه اهلي ما تتنا. حاضر. لم معايا. لم معايا. حاضر. لا لم دلوقتي. مش لم. لا هتلم انت. لا بتوتر. ما تحدفش على قلبك. يا ستي وصل. بقول لك ايه؟ عماد. حاضر. عماد. حاضر. لم معايا لب. ما اهو ما انا بلمه بترميه عليا. ما انا رميتش حاجه. عشان رميته عليا اللي انت عايزاه. والنبي لم اللب. ربنا ما ترميش بقى عليا بقى عشان ما كنتش جنبك. انا يا ستي ما ترميهاش. لم اللب والنبي. ينفع توصليني؟ والنبي لم اللب. لم اللب. حاضر. والنبي لم اللب. لم اللب. حاضر. عايزه حاجه؟ محتاجه حاجه؟ محتاجه حاجه تاني؟ خلاص. لا مش عقمي 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 بقى في الجو. عقمي الشباك. افتحي بقى الشباك ده شويه عشان فعلا الجو حر. تلوث يا ستي. الجو حر. تلوث ايه؟ هو كده ده تلوث اكتر من كده. حاضر. لم اللب. مش لم اللب. لا هتلم اللب. مش لا. والنبي بعد اذنك. شكرا يا عماد. محمد. مش مدام عماد. مش حسام. لا خلاص. انا عماد. انت مدام عماد. انت عماد بس. انا مش مدام عماد. لا تخيلي ان انا مش مدام عماد. اصل باين عليا. مش مدام عماد. بعد اذنك ركزي في السكه. اركز فيك. ركزي في السكه. في انا ليه؟ هتخش الناس هتموتنا. مش معنى انك لابس هودي بينك شكله حلو يا ستي مالكيش دعوه بالهودي الزفت. انا عمري ابدا ما بهدل الدنيا. نهار ابوك يا ما. حاضر. انتوا ايه ده؟ انتوا بتركبوا ليه؟ ده ريكويست. عندك ريكويست تاني. ريكويست ليه يا صاحبي؟ بس واحده. استنى بس لحظه. انت كده لم فيها اللب اصلا؟ استنى بس. ساعدني. ايه اللي جابها في العربيه؟ ساعدني يا عمده بس. ساعدني عمده. حاضر. انت عماد يا ابني شكلك والله. انت اسم حضرتك عماد صح؟ اه. طيب هو عماد اصلا. انا مش عماد. طب خدتيه من الاول ليه لما انا مش عماد؟ بص الرولز بتاعت العربيه. النظافة ثم النظافة ثم النظافة. طبعا. انا بس ايه علشان انا بتوتر. اسالي عماد. طبعا ما تقلقيش يا ستي. هو عماد اللي قاعد ورا. انت انا بتوتر. حاضر. اتفضلوا كلكم ايديكم عشان التعقيم. خلاص تمام. عشان هي متوتره وانا متوتر. معايا. حاضر. معايا. ماشي. معايا يا عماد. موافق قوي. ذوق معايا اليوم يا عماد. هزق معاك الزفت. حاضر.
انت بتحدف على الارض يا عماد؟ والله العظيم هيمك يا حتى انت تحت رجلي بتحدف على الارض؟ بس اهو انا تعقيم تعقيم افتح بقك يا عماد اهو اللب بيقع اللب بيقع اللب انت اللي رميها بالعربيه ما جايبه والله لا اديك نجمه واحده مش عارف انا انت اخي انا متوتر قوي يا عماد معلش ما تتوتر انت مش فاهم انا بتوتر ازاي معلش ما تتوتر عماد معلش عماد معلش والله العظيم انت عارف انا دلوقتي في هيدك عامل ازاي ايه اللي هيدي يا ستي اللي اوصلك واوصل عماد واوصل عماد انت كمان ما انت اللي قبلها ريكويست غلط ما انا قلت لك انت وانا مالي ما انت السبب عشان وترتني عشان عربيات وسط يا ستي انا على الابو اللي خلاك تسوق عربيات العربيات يا ستي هموت هموت منك حمو عايزين نوصل لحمو بسكينه وافتح الشباك معلش الله يبارك بس وصلين سلام بس المهم النظافه نظافه اكيد ما تقلقيش النظافه كلها عايزك تقلقي خالص النظافه كلها ينفع نفتح الشباك بقى شويه ايوه انت مننا حمو مالكش دعوه كده انت مالك من الشباك اهو الشباك اهو مالك من الشباك معلش انا مش عارف يلا اتفضل يلا استغفر الله العظيم يا رب يا حاضر انا اسف انا اللي تعبك معايا لك لله يا عم انا اللي بقى مش يلا انتوا بتعملوا ايه هو ايه يا صاحبي ده انت بتعمل ايه يا صاحبي اللي انت بتعمله ده ما توسخش الدنيا بس لو سمحت بص بس قدامك وركزي في الطريق انت بتعمل ايه يا صاحبي ما حدش يبقى حاجه في الارض يا ده يا صاحبي اعرف اللي انت بتعمله ده يا صاحبي يا صاحبي يا ناس اعرف هو في ايه يا وليه بص قدام شو اسلوب ده انا عشان خاطر والله العظيم عشان خاطر والله العظيم عشان خاطر معاك واحده والله ما تقول لهم يتنيلوا ايه ده ايه ده يا ستي مش انا اللي حادث حاجه على الارض ما حدش يرمي حاجه على الارض يا كابتن ما تبقاش مستفز يا كابتن والنبي وانا محدش هيرمي حاجه على الارض حاضر محدش هيرمي حاجه على الارض بعد اذنك محدش هيرمي حاجه على الارض وانت سوقي عدل ووصليني بقى وانت يا عم بعد اذنك خلاص ما انا حبيبي ولا زين يا ستي هم اللي بيتنيلوا ياكلوا مش انا ما ترميش حاجه على الارض حاضر حاضر اتفضلي حط بقي طب ولا اعمل ايه معلش حاضر اتفضلي حطي هنا وسوقي احط فين وسوقي يا ستي انا اكتر من كده لو الشمس دي ممكن تولع فيا ممكن تروش لو سمحت شريحته بس حاضر ريحته وحشه ريحته انا اللي وحشه يا كابتن ايه القرف اللي انت فيه ده يعني انت بتاكل استفندي وموز وهي بتاكل لب وانا اللي ريحته وحش ماشي يا كابتن ماشي هو ده العقل يا باشمهندس اوكي ما تخلي بالك مش انا والله هم الشاشه والله العظيم انت مش شايفه انت لو شايفه كويس يخرب بيتك يا عماد يا كابتن خد ده عشان هي بترمي عليا انا امسك بقى القرف ده ايه بقى مش شايفه حطه لا 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 هو يا جدعان انا بركب انا بركب ليه زفت عشان خاطر حد يتعب يعمل لي دوشه ام الزباله وصليني يا ستي انا مش نافع معاك الكلام والله العظيم يا كابتن بص انت ذوق انت ذوق بس انا عايز اقول لك ان امسك كده امسك كده عشان انا هنا يا كابتن والله العظيم لا لا كل بس كل استفاد والله العظيم انا هنا كل بس مش يا عمده يا عمده مش ناقص اعرف يا عمده انت بتفهم عربيتي يا عمده طب هقول لك على حاجه انت بتفهم عمده عمده يا عمده اتفضل حطها هنا موز لا تاكلي تاكلي يا استفندي وصلينا بقى احنا الاثنين بقى موز يا سيدي موز حاضر انا شردتها بشكل عربيه موز حاضر موز عايزين ياكلوا موز البهوات عايزين ياكلوا موز وانت جاي واخده ريكويست غلط ايه يا جماعه عربيتي بقول لك عربيتي باظت اسالك بس سؤال بقى حس 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 انت محتاج في حاجه معلش بس عشان ما عنديش مكان ورا تصدقي بالله انا مش هتكلم معاكي عشان انت معاك بس يا كابتن حمو هو ايه يا صاحبي اللي انت بتعمله بقى ده ايه ده بقى ده لا 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 يا عم ايه ده يا عم استنى بس انا بركبش معايا زمان مش معلش ما انزلي بقى انا هنزل انا بركبش معايا زمان مش نضيف عكم عكم انزل يلا انزل يا حبيبي تعالى يا عمده بس تعالى تعالى بس وريني نفسك تعالى كده انت مش نضيف انزل تعالى بس كده يا راجل عكم بس ايدك عكم ايدك الاول عكم بلا يا ولاد مش عارف اتنفس تعالى يا عم هنا انزل لي يا عم ايه القرف ده مش هنزل ايدي انزل لي يا جدع انت ايه مش عارف بيتها ايه يعني يا عمده لا خش تاني خش خليك جوه يا سعد خليك جوه وانا تعالي تعالي يا لا طب ماشي شكرا شكرا كده جامد قوي استفندي وموزه بتاع هات يا جدع طب ماشي يعني جد اشرب بتاع ما تنفخها في عيني يا عم مش زعلانه حاول روح قول بقى ان تمام ونذيع وكده ما تمام خلاص نذيع قول انك مبسوط قوي ان انت معايا مبسوط جدا نطط من الفرحه معايا قول الله قلت لب وكلت موز وبتاع خلاص انا هجيب صباح الخير صباح الخير ازيك يا ازي حضرتك الحمد لله كويسه الحمد لله اللهم لك الحمد حضرتك برضو تجيلي بنت ايه حلمه ان تجيلي بنت ودي بقى تبقى صباح عسل فاهمه طبعا ما شاء الله يعني الاستكه وشها سمح فاهمه والله بتكلم بامانه حقيقي بجد الله يكرمك ربنا يخليك ربنا يعزك حضرتك بتشتغلي ايه انا بشتغل في شركه عقارات ايه ده والله ده حاجه جميله بيقولوا الشقق غاليه اللي من دول كل حاجه غاليه اه الشقق بس كل حاجه والله
ربنا يعني. انا برضو دي مش شغلانتي. انت اصلا بتشتغلي ايه؟ مدرسه اصلا. بتشتغلي مدرسه مع ايوه انا قبل رباب ملكه الاعراب. والله حلو المسمى ده. ايوه انا بدرس لغه عربيه. والله ما شاء الله. والله بس انت بقى فاهمه الدنيا غلا يعني. لا لا مش عيب. بصي ان انت تجتهدي ده مش عيب. الله يكرمك. الله يعزك. والله انا معاكي يا رب. عارفه انا اصلا ضد الدروس الخصوصيه. انا ما اروحش ادي لحد درس في بيته ابدا. كرامتي ولا حد يجي لي بيتي عشان جوزي بيقفش يعني فاهماني. فانا بقى قررت ابتكر ايه حركه. ايه بقى؟ عملت كار سنتر. يعني كار سنتر؟ اه انا عملت الحركه دي. اخد الواد هوم ديليفري، اخده من عند البيت اديله الدرس وارجعه عند البيت كله بحسابه. ولا اسمي بقى رحت لحد بيته ولا اسمي جبت حد بيتي. لا والله. امال ايه؟ طب حلو يعني. فكره بذمتك؟ بذمتك يعني عجبتك؟ فكره حلوه. اه بس أيوة. برضه يعني بتديله الدرس ازاي في العربيه برضه ايه؟ لا بنديله درس ازاي في العربيه دي بقى الطف حاجه في الدنيا يعني. ايه تبقى شيء لطيف يعني كده عادي فاهمه؟ ازاي هو بيبقى مركز معاك ازاي وهو في الشارع؟ ده قرود والله قرود. انا معاكي هو الجيل ده كله قرود. احنا ماشي اوكي انا اخدهم ساعد اختك كده بقى. انا إيه؟ اخدهم في طريقنا ازاي يعني؟ يا جودي عامله ايه؟ يا سامع عامله حبايب قلب قبله رباب. هم دول الطلبه كويس؟ سامع وجودي. لا في تاني بس دول اللي موجودين هنا. يا اولاد يا داس. الف بطه. الف بطه. ب بطه صرب. ب بطه صرب. ب تفاحه. ب تفاحه. ب يا اولاد. ب تفاحه. لا ب زفته. لا ده دال دال دوفتا. اه دال دوفتا. ايه يا اختي اسمك ايه؟ ابله رباب. درست لغه عربيه انت كده؟ اللهم صل على النبي. اه يعني هو باستثناء دوت يعني هم دول بياخدوا لسه الف وب بطه يعني باستثناء ان انت بتقوليهم غلط اصلا. لا اللهم صل على النبي عليه. الف ايه يا حبيبي؟ الف بطه. من اين جاءت الالف بطه؟ لما تبط. شفتي؟ لما ايه؟ لما تبط. تبط. لا اسم الله عليكم. يلا بيبطة. بيبطة. انا بجد صدقت ان انت عارف ايه. تف على طنط. تف على طنط. انت قالت لي تف على طنط. اسمع كلامها. يا بنت يا بنت ادب دي. يا بنت ادب. جودي عيب. حاضر. خلاص سلامة قبل الرباب قالت لي. جودي لو سمحت يا تنزليهم يا تنزليني لو سمحت. انزلك. هم اكل عيش. هم اكل. امال يعني امال انا طالبه ده مش اكل عيشك برضو؟ لا ولا طفح عيشك. هم الكار سنتر هم اللي فاتحين المشروع ده. لا يبقى ما تشتغليش اصلا. رباب ملكه الاعراب. الله يا رباب ملكه. بس خلاص ترى بس قبل رباب ملكه الاعراب. لو سمحت يا الله. الو يا محاناه الدهاني يا قبل رباب الدهاني. اهي اهي اهي. الو شحته كانت بتشحت فلوس وانا ما رضيتش اديها فقالت تبل عليا. حسبي الله ونعم الوكيل في الاشكال ديت. ماشي يا رب. ماشي فيكي والله. شكلك حلو. وانا كمان ربنا فوق في السماء وانت على الارض. ربنا يكرمك يا ام حنان. الله يعزك يا ام. هي دي اصلا يعني هي واحده زي دي انت مامنه بنتك عليها ازاي؟ طب سلام عليكم. يعني ازاي؟ ايه مين دي قبل الارباب بتقول ايه؟ بنتها شايله ملاحق. انا هسكت بس عشان اه شحاته. هي شحاته ولا جايبه ملاحق؟ يعني انت ايه ما عندكيش عقل انت كمان؟ يا رضيعه رضيعه. حاضر حاضر. ما عندكيش عقل انت كمان ولا ايه يعني؟ كله زيك عن صحه حنان. ايه كله عن صحه حنان. زيك زيك زيك. اه تعرفي انت زيك اصلا ما تعرفي ربنا. انا قدام شويه بقى كده. ماشي اجي عادي. خلاص لازم. السلام عليكم. السلام عليكم. استغفر الله العظيم. ايه انت متضايقه ليه؟ مش فاهمه يا بنت. اصل انتوا ملايكه. يلا يا ولاد ملايكه حقيقي. انا عارفه انا عارفه. بس بقى بس بقى. ده ايه ده؟ لو سمحتي نزليني. نزليني عليكي. ايه الهبجية دي؟ نزليني بقولك. حر. نزليني كده كده في فسحة يا عيال. يلا بقى فسحة. اركن لكم دلوقتي. انتوا اكيد مالكوش اهل اصلا. فسحة. استنى. نزليني. انا عارفة عشان الفسحة كده كده. لو سمحت. حالا. استحوا قرف على دماغكم. يا ربي. انا ما شفتش كده. ايه السواد اللي في النفوس ده؟ سواد؟ اعوذ بالله. ما كنت بقولهم بيه بطة صرب من فراغ. احلى ريبورت فيك ان شاء الله. ريبورت؟ ما بتهددش انا. ما بتهددش يا استاذة. وقعت الشجار بتاعتي. انا هحاسبك على الموضوع ده.
انت كنتي معانا في كريزي وومن؟ لا بس حرقته دمي بصراحه يعني. معلش سمعة جبار وجودي جباره. لا بس ما شاء الله عليهم يعني. قولي انك مش زعلانه. لا مش زعلانه بس يعني اللي يشوف اصلا اطفال بيتعلموا بالطريقه دي يعني لازم يزعل يعني. ما احنا كنا بنوجه رساله معينه لناس معينه واتمنى نكون وصلت يعني. في مدرسين بيدرسوا بالطريقه دي بس مش بالسجاير. ده لا جديد عندنا. لا لا بصراحه. بصي هنا اقول لك موافقه نزيعي بقى لو مش متضايقه خلاص. لا مفيش مشكله. مبسوطه يعني. مفيش مشكله على الله يعني.